رب تكونوا بخير. رجعنا لكم النهارده بفيديو جديد ويوم جديد من عند اخويا ولعه. هتشوفوا حمامتين بالصلاه على النبي الله اكبر عليهم. مش عايز احرق لكم الفيديو دلوقتي، انا بصور لكم وانا طالع كده واحده بواحده، ولما نطلع فوق هنسلم على الراجل ونشوف الحمامتين بالصلاه على النبي يسدوا عين الشمس. يلا رجاله نشوف الدنيا فيها مع بعض، ويوم جديد وفيديو جديد من قناتكم على اليوتيوب لوفت عمرو اشرف لحمام الغزارة. رجاله عايز الفيديو ده يضرب نار، عاوز الناس كلها تتفرج عليه، شير ولايك وسبسكرايب للقناه لو انت مش مشترك. يلا بينا نشوف اخويا ولع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاك اخوكم عمرو اشرف من قناتكم على اليوتيوب لوفت عمرو اشرف. رجعنا لكم النهارده رجاله بفيديو جديد وبيوم جديد من عند اخويا ولع. زي ما عرفتكم ميدان الجيش اخويا هيثم، حمامتين بالصلاه على النبي يا رجاله هيكيفوا بص الناس كلها بامر الله. انا يعني شفت الحمام بامانه الله اكبر عليه. مش عايزين نتكلم كتير، والراجل بردك هيفرجنا على فرد وبابه قبل ما يفتحه عشان الكلام يبقى مصداقيه. وبامر الله هنكيف الناس كلها بامر الله من ميدان الجيش يا رجاله. بنحيي كل راجل جدع، ويلا بينا عشان ما نطولش. الصلاه على النبي كده، الصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله هلس، ربنا يبارك يا رب. الصلاه على النبي هلس. كل ده حامل اول تمام ريحاني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حمد ابن العيش. كل ده حمام من الغير فيهم حمام دي شو. بسم الله ما شاء الله. احمر، امبر اسمر، ربنا يبارك يا صاحبي. احمر بكور، الصلاة على النبي. بنادي بكورك برضه. بص يا رجاله، حتى الحمام عنده ده الكشكو عنده بسم الله ما شاء الله فيها ذوق يعني. حمتين بالصلاة على النبي. لابس توب كويس اول حلز ده. ريحاني تاني، الصلاة على النبي. ريحاني تاني، بسم الله ما شاء الله. بص يا رجاله وقفت البوكانيرات واقفه ازاي، الصلاة على النبي. بوز، بسم الله ما شاء الله. لازم برضك اللي الاولها تتطعم بحاجات زي كده اولها. ايوه طبعا. ده فولي كشك، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. استرالي بالشعاده. بص يا رجاله فرد الحمد شكله عامل ازاي، الصلاه على النبي. استرالي تاني، بسم الله ما شاء الله. بيت قديم ده اول عام. استرالي، بسم الله ما شاء الله. بص يا رجاله العظم عامل ازاي، الصلاه على النبي. ربنا يبارك يا رب. والاسكندراني، بسم الله ما شاء الله. اتفرجوا على الاتواب يا رجاله ومتعوا عينيكم. استرالي برضه، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اتفرج برضه على بقية الحمام. استرالي برضه، بسم الله ما شاء الله. الله ينور يا صاحبي. هنا برضه ام دبابيس، انا بحب ام دبابيس. تمام. حمام كل ده جامد حامل اولها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بص يا رجاله عنده اتواب مميزه قوي يعني، دي برضك بتتعرف بتعرف الغاوي ده يا رجاله. حمامتين ب استرالي. ده دي بني كشك، بسم الله ما شاء الله. تاني برضه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا صاحبي. كل ده برضه حامل اولها. شخشوليات يا رجاله بالصلاه على النبي يا ام. الراجل قال لي هفرجك على كام شخشوله يخروم لك دماغك. الشخشله دي جامده بتترمي في الاول. بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. اخضر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هلس، بسم الله ما شاء الله. بكورك، بسم الله ما شاء الله. شخشول الاحمر، الله اكبر يا صاحبي. فرد حمد بسم الله ما شاء الله ما فيهوش غلطه. قاطي، بسم الله ما شاء الله. قوت يا رجاله اهو بالصلاه على النبي، فرد حام كويس. وش عادة، بسم الله ما شاء الله. هنا برضه شخشول اسود، بسم الله ما شاء الله. انا بنحب الشخاشله. الشخاخله دول يا رجاله اهو لحد دلوقتي مفرجكم على اربعه شخاخله. لا خمسه شخاشله. خمسه؟ خامس هو يا رجاله. حلس اخضر، حلس اخضر ده الشخشول الخامس فيه. هقول لك مسود، بسم الله ما شاء الله. احمر كشك، بسم الله ما شاء الله. هو الشخشول الخامس، الخامس اهو ده كده السادس. السادس اسود واثنين حمر، بسم الله ما شاء الله. اولا بكورك تاني، بسم الله ما شاء الله. بص يا رجاله الاتوب عامله ازاي يا رجاله، الصلاه على النبي. جبابه حمرا بوش عاده، بسم الله ما شاء الله. هلس شربندق، بسم الله ما شاء الله. بريكوشو، الصلاه على النبي، الصلاة على النبي.
استغلالات الجنيهات دي الصراحه. ماشي ومر ضربه حمراء. ربنا يبارك صح. اتفرج على بقيه الاوراق. يا مريم بسم الله ما شاء الله. ازرق قطيفه. بنفسجي. بنفسجي. الصراحه. كل ده حمام الاوله. استرالي بوش بردك فرد حمام كويس. ده بيتسمى استرالي بسحنا يا رجاله. وشاي كوشك. شاي كوشك هو من الاعتواب اللي انقرضت. باكستاني. باكستاني بالصلاة على النبي. انجليزي ازرق. بسم الله ما شاء الله. بوش ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. في مسود هنا، كان في مسود هنا احنا نسينا نفرج الناس عليه برضه. بسم الله ما شاء الله الكراكندي كويس. مسود اهو. مسود. افتح لي على الحمام ده يا باشا. افتح لك على الحمام كله، سيب لك الغيه كلها. طب انا اشوف بقى، انا عايزك تفتح لي كده على الحمام ده اللي اتفرجنا عليه ده كده عشان نمتع الناس بردك كده اهو. شوف انت عايز تفتح على ايه. تحياتنا يا رجاله، كل الناس تتفرج علينا من الدول العربيه محافظات، كل راجل جدع، كل راجل محترم، كل يتفرج على الفيديو ده رجاله يصلي على النبي كده وقول بسم الله ما شاء الله. الصلاه على النبي. الصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله ينور ويلعب. الله ينور يا برنس. هنتم الصلاه على النبي يعني حرب اهو يا رجاله. بصوا حرب حرب. الصلاه على النبي. 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 بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الصلاه على النبي. الصلاه على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كم واحد دول ويلعب؟ 120 حمامه. 120 حمامه يا رجاله فتحناهم قدام عينيكم اهو لكل اخواتي وكل محبين قناه لوفت عمرو اشرف. حمامتين بالصلاه على النبي. كل اللي يتفرج على الحمام ده يا رجاله يسمي الله كده. الصلاه على النبي. 120 حمامه دول يا رجاله. ميدان الجيش تضرب نار. حسيتهم دي اصلا ولعه؟ تعالى بس. أيوة عشان حسيتهم. حسيتهم ها؟ ايوه حسيتهم. تعالى افتح فرد في حمام. مش عايز اخرج عشان هو واقف في وشه الريحاني ده. اطلع ولع، اطلع شاور ولع، اطلع شاور. ولع على رجاله صاحبي ازاي سخن. الجو جو اه جو حر النهارده ولع. جو حر قوي. بقول لك يا ولع، عايزين نعرف منك برضك كام حاجه كده اهو، مش هنطول عليك يعني. ماشي. انا عايزك بس ايه، تعالى كده وفي الكادر هنا اخويا هيثم حبيبي. عايزين نعرف برضك ايه الحمام دون، لما بتجيب حمام جديد بتتعامل معاه ازاي؟ الحمام الديشور. احنا بنجيب الحمام الديشور ونحطه اول ما بنجيبه تمام على نتي. تمام. بيتحط في قفص نعلقه على العرق. تمام. وبعد كده طول النهار بيتحط على العرق، واخر اليوم بنحطه مع النتايه وبتاع. تمام. بتساب تحت الشبكة وبتاع يومين تلاتة. بعد كده نبدا نفتح له بقى على النتاية وكده، نسيبه مع النتاية وينزل. انت بتعشاه ولا عشة يعني؟ اه بخليه عشة واحد عشان احنا بنجيب حمام طاير من بيبانه. تمام. بنحب الحمام يبقى من بيبانه. تمام. ما بنحبش حمام السوق ولم السوق والكلام ده. تمام. والجو اللي بيبقى حر زي كده بتعمل ايه مع الحمام عشان برضك اخواتنا المبتدئين يعني يبقوا فاهمين؟ اليوم ما
مثلا لما بيبقى جو زي ده بنهويهم بس كده، لكن ولا تكرشهم ولا تفضل هم يقوموا براحتهم. عليهم عشان الجو زي ما انت شايف. هو الحمام اصلا مش قادر يطير بسبب الجو. الجو وحش. الجو وحش. انت بقالك كام سنه جوا حمام يا ولع؟ انا من وانا صغير انا حابب الحمام. طلعت لقيت اخويا وليد عنده غيط حمام. تمام. وكبرت حبيت الحمام لحد ما اقدرش ابطل حمام. الصلاة على النبي. اتفرجوا برضك على الحمامة رجالة كده. حمامتين بالصلاة على النبي يعني. يخرموا عين الشمس يا رجالة. بأمانة. بقى كم سنه الغي دي؟ دي بقى له 10 سنين. بقى له 10 سنين. ها كانت تحت. كانت تحت لسه رافعينها. لسه رافعينها في الصيف ده. رافعينها بتكلف. انا عايز اعرف العروق دي والدنيا دي غليت ما بقتش زي زمان. ها رفعنا الطبليه 4 متر. تمام. بس اللي انت بقى الحمام والحمام. بص الغيه دي، الغيه دي بقت 150 حمر يدور. انا عايزك تعرفني تفاصيل. بص الغيه دي الدنيا كلها 3 متر. كان عندي 150 حمامه. تمام. صفرتهم وجم ناس خدوهم من اليوم. بسم الله ما شاء الله. رد لي منهم 3 حمامات. ربيت حمام تاني بعد ما كنت خلاص بعت الرية. تمام. بعد كده رحت سايب شوية ورحت مربي. بقى عندي 50 حمامة. فاهم؟ الحمام ده بقالوش سنة، سنة ونص كله. يعني ال 120 حمام اللي شايفينهم دول ما بقالهمش سنة. حمام كله جديد. حمام كله جديد. حمام كله جديد. تمام. بس. الرية دي بقى عليناها في الصيف اللي فات، عليناها 4 متر، كلفت 15000 جنيه. مكلفه 15000 جنيه. بنعرفكم برضك يا رجاله التكلفه. يعني التكلفه بتاعة الطبليه مش بتاعة الرية. بتاعة الطبليه. موجودين والبابانجي كانت موجوده. تمام. يعني الرية عشان تكلفها من اول وجديد، الرية دي تكلف لها 30000 جنيه النهارده. النهارده. بس هو الخشب غالي والصناعيه بياخدوا فلوس جامده. تمام. انا في حاجه بس عايز اسالك عليها برضك. الحمام بيحط برضك رجليك. هجيب لكم بس الحمام وهو بيحط. الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صباح ماشي. وقولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صباح ماشي. ويا حمام يا حمام ترقب له قوام. يا حمام خليه يا حمام الشمس حرير. يا حمام ويا حمام يا حمام ترقب له قوام. يا حمام خليه يا حمام الشمس حرير. يا حمام وقولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صباح ماشي. وقولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صباح ماشي. وقولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب حبيب ده اللي صباح ماشي. صلى على النبي. ربنا يبارك يا رب. الله ينور ولعة. حرمتين بالصلاه على النبي يعني. ربنا يزيدك يا صاحبي. الحمام طبعا يا رجاله. بصوا احنا مش عايزين نرقص عليه. انا فتحت لكم الحمام. الجو وحش يا رجاله. فانا سيبنا الحمام يحط. يا حسيته كل حاجه بس النهارده الرطوبه عاليه قوي. الجو صعب. الحمام بصوا فاتح بقه ازاي؟ باين في الكاميرا يعني. جو وحش قوي 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 النهارده. كل سنه وانتم طيبين يا رجاله. بمناسبه شهر رمضان ربنا يا رب يحقق لكل واحد امنيته وكل اللي نفسه فيه. السلام. طبعا انت لازم تراعي حوار المويه ده للحمام في الوقت ده. يوم بعد يوم بنمثل. يوم بعد يوم. يوم بعد يوم. يوم بعد يوم المويه نازله. تمام. تمام. الشتاء كله اسبوع مفيش مشكله. تمام. مش في الشتاء كتير. تمام.
تعالى اولع، تعالى كده عايزين برضك ايه، عرفنا كده انت بتتعامل ازاي بقى. يعني بص، في غواية مبتدئه مش عارفه حوار اللي هو الايه، الخصم والسلح والكلام ده، عرفنا الحاجات دي بتبقى ماشيه ازاي. يا عامة غزية الحمام كلها يعتبر الغية باظت بسبب كله عايز يمسك حمام. مفيش نش زي زمان، وكله عايز ياخد وينزل، حتى اللي والسلحة عايزين ياخدوا بعض وينزلوا. تمام. يبقى سلحك وبياخدك وبينزل. طب انت عايز ايه بعد كده؟ تمام. انت تقصد يعني اما بتلاقي مثلا موضوع ان انت تبقى مفتح للحمام وتلاقي حد خد معاك وعايز يحطط والكلام ده عايز يمسك. انا بقول لك حتى سلحي ياخد معايا بيبقى عايز ياخدني وينزل. تمام. لا عايزه تمسك حمام، حد عايز ينش. تمام. بس فاحنا بنتعامل معاهم بمعاملته. تمام. بس انا بتمنى ان النش يرجع زي زمان. ايوه، ما هو ده بقى اللي احنا جايين نتكلم عليه. احنا مش جايين نتكلم على اللي يمسك واللي خصم، انا عايزين نعرف الدنيا، عايزين نعرف نرجع النش تاني. يا عم الحمام بيموت في بيبانه، بايه يعني فرد حمام اتضرب؟ لا، اللي بيروح له فرد حمام تاني يمسك لك الحمام بالنهار ويهمدهم لك، تيجي انت بتفتح من بنك يوم واضح ويقوم نازل. تمام. الغيه باظت بسبب كده. تمام. كلها دي فاكرينها اللي هي نصاحه وتشغيل دماغ. تمام. بس يعني نتمنى ان يكون في نش. انت بتغوى اي حاجه؟ انا عايز اعرف منك اكتر فرد حمام انت حبيته في الحمام. يعني عامة انا عارف انت بتحب الحمام كله، بس عامة احنا بنحب الاسترايب. عامة احنا بنحب الحمام الحلو ومنحبش الا الحمام الوزار، بس الغيه هنا الاول كانت تحت. وزي ما انت شايف العماره مكبانه. تمام. فاهم؟ نجيبها لهم في الكاميرا دي. الغيه كانت تحت. تمام. كنا كل ما بنربي حمام وزار طبعا الحمام لما بياخد الضرب بيتكسر في العماره. تمام. انما احنا ما بنحبش، احنا برضه مالناش حظ في الحمام الوزار، برضه بنجيب حمام وزار كتير وبيموت في الدنيا. تمام. انما احنا بنحب الحمام الحلو برضه. تمام. مفيش احلى من الحمام. اجمد فرد حمام شفته وما اتناش، فرد حمام ما بتاخرش، جامد معاك. فرد حمام من الغزور، من حمام الغزور. حمام الغزور احنا عندنا بنفسجي. تمام. القمر عليه كده. تمام. البنفسجي اللي واقف ده، انا نزلناه وهو زغلول صغير، كل واحد في المنشيه. تمام. وده الثلاث ايام وده ربع يوم. ده ربع يوم. ربع يوم. البنفسجي ده بطل الابطال عندنا. يعني دي بالنسبه لك كانت قصه حلوه ان هو فرد حمام يعمل اللقطه دي. هو جدع ان هيثم برضه، هيثم شلبي قال لي لا ما تنزلش الفرد وبتاع. تمام. عشان ده انا ما كنتش عايز انزله الصراحه، هيثم قال لي لا نزله الفرد جامد احنا مستجمدينه وبتاع. تمام. ونزلته وسمعت كلامه لما بعت، قلت له هيثم هو ليه ما سمعتش كلام الفرد اتضرب وبتاع. تمام. فات يوم والتاني والتالت ورابع يوم جه. تمام. فرد الله اكبر عليه يعني. انا عايز اعرف منك حاجه، انت لما بتمسك لك فرد حمام بتروح تسال عليه؟ لا ما بسالش عليه، اللي ضاع يعتبر مات. اللي ضاع مات. طبعا. يعني هي في النش كده اي غاو بيضيع منه فرد حمام وما بيسالش عليه خالص. مش كلها يا عامة، احنا ماشيين بمبدا اللي ضاع مات. اللي ضاع مات. ما ينفعش نمد ايدينا لحد. ما ينفعش. ما ينفعش. تمام. انا عامة انا بحب غيط القسم، ما بحبش اصطلح حد. وبالوصول وبالحب وبالصحاب وحبايب وكل حاجه. بس في الغير طول ما انت خصم ومختصم الناس وبتاع بيبقى عندك حمام جامد. بيبقى عندك حمام جامد. انما الصلح بيدعي في الحمام. تمام. احنا بنحب ما بنصطلحش حد في الغير. بنظرتك برضك سؤال انا سالته كل الغوايه اللي طلعت عندهم، ابن العشه ولا الفرد حمام تشور؟ انا اكمل. هو طبعا ابن العشه، بس برضه لما بتجيب حمام من بيبانه طبعا وبيصدق عندك بيبقى اجمد من ابن الغيه كمان. تمام. طبعا. تمام. اصور برضك الحمام تعالى، جيب الحمامتين كده برضك عشان نفرج الناس على الحمام برضك. عايزين ننزل نصور في السلاكه ممكن؟ ننزل بعد اذنك كده، اتفرجنا برضك على الحمام اللي تحت. ننزل نصور السلاكه. نفرج بس ال بص يا رجاله الحمام، كل اللي يتفرج على الحمام رجاله يصلي على النبي كده ويقول بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك للناس كلها. يلا باشا. هنرجع لكم تاني يا رجاله، هننزل نصور من عند اخويا ولعه، هننزل نصور تحت السلاكه والحمام اللي بيطلعوا بقى اللي هو ابن العشه، هنعرف الحمامتين شكلهم عاملين ازاي اللي بيطلعوا منها. يلا بينا يا رجاله. لا هيثم حبيبنا يا رجاله، بصوا اخويا ولعه بتشرف بيه في كل حته والله يا رجاله، امانه يعني راجل محترم وراجل لما طلبناه استضفنا وما بص انا يا رجاله بامانه اي غاوي بكلمه الراجل ما بيعزش عليا اي حاجه وبيقول لي تعالى صور طالما هنفيد المبتدئين. حياتك يابا ومكانك. حبيبي يابا، هننزل نبص على الصلاة على النبي يا رجاله، هننزل ايه؟ نبص دلوقتي تحت على السلاكه. ايه؟ خليكم معاك يا رجاله، مش هقطع الفيديو. الصلاة على النبي. مع بعض كده واحده بواحده يا رجاله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب للناس كلها، ودي الناس كلها نزلنا وخلاص من الطابق بتاع الغير رجاله.
ونازلين دلوقتي على السلكة. بسم الله ما شاء الله. مع بعض كده رجاله واحده بواحده. هو كلكم معايا في الغيه بالظبط. يعني انا كوتر رجاله مع عم هيثم. اتفرجنا على عم هيثم راجل الاسوس ماشي. دول قبل اي حاجه دي بيع انا جايبها من اسكندريه 30 حمامه. بسم الله ما شاء الله. شهر 7 ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب. احنا نزلنا هنا رجاله في السلكه اهو. ده حمام دشار لسه مش هيسيب دلوقتي. شهر 7 كده اهو. الحمد بقى انا عايزك بقى بعد اذنك بقى انا عايزك تقول لي الحمد انت اخترته ازاي. انا هجيب الكاميرا عليه. الحمام دي كانوا 70 حمامه طايرين في اسكندريه. الصلاة على النبي. تمام فاهم. قسمناهم مع بعض. تمام 40 حمامه انا خدت. انا مش محتاج حمام. تمام انا خدت 30 حمامه رميهم ايه في الثلاجه فاهم. اربيهم في السير كده العب عليهم براحتي. بس الحمامتين دول انت شفتهم هم طايرين. حمام انا واخده مطاير بيترمي ضلمه. بيترمي ضلمه. حمام جامد. حمام بايت عند صاحبه وجامد. حمام الراجل فتح لهم من بيبانهم دخلوا خدوا. تمام وجم وضرب عليهم حمام وخدنا 70 حمامه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. فرقكم بردك على الحمام اللي هو الراجل بيتكلم عليه ده. رجاله واحده بواحده هم مع بعض. تمام كله طاير وحنجر. الصلاة على النبي. ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا عم هيثم. حمامتين بالصلاة على النبي يعني. الله يبارك لك فيهم. الغيه دي يا رجاله بتاعت اخويا هيثم وعم ولع. الصلاة على النبي. عايز تفرجنا عليها يا باشا بقى كده؟ الصلاة على النبي. وفوق تقطي تحت اهو. نخش هناخد باب باب كده. بسم الله ما شاء الله. ده كرب رقبه خضراء هيشيله في رميه مختوم. بسم الله ما شاء الله. علي صوتك شويه بس عشان الناس تسمعك. ده استرالي هيشيله في رميه مختوم. تمام. الرميه دي كانت بتاع الكلابيز اللي هي كانت الساعه 5 المغرب. بسم الله ما شاء الله. الصلاة على النبي. ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. حامتين بالصلاة على النبي يا رجاله. بص وشايف الشوكات ما بفرقش الفرق دي. حامل انا ببقى حاسس في الضلمه وشايف الكشوك ده انا حاسس يا رجاله. انا في معلومه عايز اقول لكم عليها. الناس دي ما بتوع النش عامه ما بيفرقوش غير الحمام الجامد. ما بيبصوش على توصيفات ولا 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 حمام عارض ولا الكلام ده. الحمام حمد دماغه جامده. دول اصل مساويات. ده ابو الشخاشله اللي دايره كلها. دول رجاله. انا جايبهم من بيعه كده. دول رجاله. الشخاخله اللي كانت سايبه فوق دي الاهالي. بالظبط كلام بمصداقيه قدام عينيكم. بس جوازه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بس باكستانيات. بس انا عامل الباكستانيات دي تحضير. بسم الله ما شاء الله اكبر عليهم. كويسين تحضير. شخاخله تاني اهو. الاولاني ده يتم شبابهم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الراجل بيحب الشخاخله وعنده شخشوليات جامده بالصلاه على النبي. ده طرابله اسود. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بص خلص خد. بسم الله ما شاء الله. الاسرائيل سفر ده طيب كان عندنا ونزلناه عشان ضعيف. تمام. ضعيف في الغاية. بسم الله ما شاء الله. شخشول الازرق وشخشول اللي حمرا. بسم الله ما شاء الله. ده بتاعته وقع. شاب اخضر. بسم الله ما شاء الله. طب ده حام كويس. عظم قصير وبتاع مرافل. الشخشول ده كان طيب فوق ونزلناه كبر. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. تعالى هنا كده. بس شخاش لحوم. بسم الله ما شاء الله. الشخاش اللي فوق. بسم الله ما شاء الله. حلس حلس اخضر. بص يا رجاله الحلس ده عامل ازاي. بص الصلاة على النبي. حلس اخضر بترسم. بسم الله ما شاء الله. فرد حام في زور شكله حلو. بص ما قعدش على بالزياط. بسم الله ما شاء الله. الاتواب دي يا رجاله ما بقتش موجوده. اللون ده انقرض. فرجنا كده الزغلول يعني بتاعه ده. القصه دي الزغلول اهو. الصلاة على النبي. ربنا يبارك يا رب. انا بحب المرقعات شرب زيوت والعنب رسوم غير مش موجودين اصلا. مش موجودين فاهم. ده لو حد تعب منه على الضهر بيبقى شكله حلو. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اتفرجنا عليك. بص الجلايزه سود. دول انا بعملهم تحديد للجلايزه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. تحديد. بكر بنفسجي. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. بنفسجي في الزنة. قص خالص خضر تاني. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب. ربنا يبارك عم عيسى. حامتين بالصلاة على النبي. لا لا لسه ده حيشه في رميه. الدنيا بتمطر. فرد حام حديد. صاحبه اتصل بينا قال لنا انتوا مسكتوا فرد حام ده ازاي. بسم الله ما شاء الله. اسمع كده اقول الكلمتين دول تاني كده يا باشا. تمام. فرد حام جامد. صاحبه اتصل بينا قال لنا انتوا مسكتوه ازاي والساعه كام. فرد حام ده احنا هنشوفه بالليل في الضلمه. قبل اسود جامد. الله ينور على صاحبه الصراحه. الصلاة على صاحبه خدمه. صاحبه خدمه. اه فرد حام احنا ضربناه عافيه. ضربناه بسبب الدنيا بتمطر والجو كان هوا. يعني لو الجو كان كويس عمره ما فرد حام ده هيحط. مش هيحط. ربنا يبارك لصاحبه ورجاله. واحنا بنوجه لصاحبه التحيه برضك. الراجل يشكر يعني. ينور عليك. بص الكركات. كركات هم رجاله. فرد حام بس يا حلوه اسكندريه. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. بص يا رجاله. بص المستوى رجاله. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي.
وشه مش باين من الكركه يا رجاله. الصلاه على النبي فرد حام، الصلاه على النبي، ربنا يبارك عم عيسى، دخلنا عليك بالصلاه على النبي يا باشا والله العظيم. يا باشا الله يكرمك. الدكوره بردك يا رجاله مش عليها فوق، دي اللي سايبه دي الدشر بردك بيقرروا كده هم تحت. اه بيقرروا وبينسوا الدنيا، بينسوا الدنيا شويه عبال ما تدشروهم. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي. الحاجات دي اللي بتنفع في الجو الحر ها، عشان نفسها يبقى طويل ها، بيستحمل حمام الغزار بردك في الحر قوي كده بيتعب شويه. اه ما يستحملش الغزار ده، عايز الشتاء. اه عايز الشتاء وعايز يركب العالي، مش عايز ايه، مش عايز كل شويه تاخد محل وتحضر والكلام ده كله. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي، ربنا يبارك يا رب. عايزين نسمع مرضك منك كلمتين كده قبل ما ننهي الفيديو، وكلمتين لاخواننا المبتدئين تقول لهم ايه من قلبك كده. يعني اللي هيروى يبقى بص، يعني مش طالع يمسك حمام. تمام. ماسك الحمام دي خلوه اخر حاجه. تمام. نش وكيف وانت طالع تتمزج. انا دلوقتي باجي من بيت لبيت عشان اطلع الريق. تمام. اعمل ايه؟ امسق واكل؟ طب انا عايز اسيب الحمام، فين المتعه؟ مفيش متعه. تمام. طب ليه يا جدعان؟ طب ننش؟ لا. يا عم الحمام ملوش عايزه والله. تمام فقد الحمام دي 50 جنيه؟ طب ما انت بتجيب كلفه بكام في الشهر؟ تمام. ما تحسبها صح، يعني انت دلوقتي بتجيب مثلا ب 2000 جنيه كلفه كل شهر ليه؟ يعني ايه الافاده في كده؟ ما انا عشان اطلع اتبسط، مش عشان انا عامل الريقه دي عشان اطلع اتكيف. فاهمك انت دلوقتي عيل يطلع يا رب لك 20 حمام يضايقك، طب انت بتضايق ليه يا ابني نش؟ ما فيش نش. فنتمنى ان يبقى في نش يعني. نتمنى احنا ان شاء الله بامر الله بالفيديوهات اللي بنعملها دي هنرجع النش تاني وهنحمس الناس ان الدنيا يعني ايه تتظبط شويه في النش. الحمام ملوش لازمه، فجد الحمام اتضرب ملوش عازم. ملوش عازم. بالنسبه لي فجد الحمام بضربه برميه في السلاكه ملوش لازمه والله. خلاص بقى اسير. ده اللي انا عايزه، خده يا عم فجد الحمام ملوش لازمه. تمام. ملوش عازم. ربنا يخليك يا عم عيسم، وانت استقبلتنا استقبال حلو يا باشا، انت عم ولعه بجد والله. الله يبارك لكم، حمامتين بالصلاه على النبي. ربنا يبارك يا عم عيسم بامانه والله العظيم، كانت متعه بامانه والله. طبعا انتوا اتفرجتوا يا رجاله على حمامتين بالصلاه على النبي، مش عايزين نتكلم كتير ونطول على حضراتكم. حمامتين بالصلاه على النبي، عايزك لما تتفرج على الفيديو ده بص يا رجاله، بص يا رجاله اللقطه دي. بسم الله ما شاء الله، هم فيهم اربعه دور عادي. بسم الله ما شاء الله. اتمنى يا رجاله يكون الفيديو ده عجبكم، كل راجل جدع شاف ان الغيه دي فعلا تستحق تتشاف، تستحق يكتب لها كومنت يحفزها. راجل محترم ما بخلش علينا باي حمامه، الراجل فرجنا على كل الحمام اللي عنده بالصلاه على النبي، عنده حمامتين بالصلاه على النبي وما بخلش علينا باي حاجه. كان معاكم يا رجاله اخوكم عمرو اشرف من قناه على اليوتيوب لوفت عمرو اشرف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.